برايم اخوتي العزاب يلا سير 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 ولا والله شفت الطيب ولا الدراري يا البنات السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بابا اخوتي الفيديو ديال اليوم غادي يكون فرانك في اشكيطا لاخاش اليوم اخوتي عارضين الغداء على عائله مكه وعائله العزاوي وانا غنتفق مع العائلات بجوج ونقول لهم باللي غنديروا فرانك في اشكيطا. شنو هو البرانك؟ هو اننا غنقول لها الاكل ديالك عيان ما عجبناش وغادي نشوفوا ردك فعل ديالها. راكم عارفين اخوتي البنات والعيالات ما كيحملوش اللي يقول لهم الطياب ديالكم عيان ولا ما عجبناش. المهم اخوتي الى عجبكم في كان تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. اي طاليتس قوا اخوتي مكا هو انت اللي صورتي المقدمه دونك فاهم كلشي. دابا شنو غادي نمشي وسط غادي تقول لي ماكلتك ما عجبتنيش ولا نوض ولا ديس رياكشن وسط لي مثلا نقول شي حاجه اللي غادي تبات عجباش. المهم ديك الماكله ما خداماش ليا صافي نادي مادي ميتالك. اي ويلي شكون معانا اليوم؟ زكريا. زكريا شوف انت بغيتك انت شوف ما نخافش عليك انت شوف الماكله ما كتعجبنيش شوف لا علاقه عمرني كليتي كسكسو بحال هذا صافي ما عندي ما يتسالك. يلا ناضي على الفاسي عاد فايق مع راسك مالك باش كنتي سهران مريض ولا شنو؟ لا ما مريض ما والو ولكن انا بغيت نفاق بقيت اسد الانيم عاوتاني. المهم شوف اليوم غادي تغدى معانا ياك وغادي دير نديرو مقلب في اشكيطا. تعرفتي شنو غنقولوا ليها؟ غنقول ليها الماكله ديالك ما عجباتنيش صافي شوف منيتك ما تضحك ما والو بغيتك تصلح معايا صافي اليوم ما غاديش تبكي. لا راسك راك عارف العيالات الا قلتيهم الماكله ديالكم ما عجباتنا صراحه ردت فعل ما يمكنش. المهم احنا غادي نشوفوها غادي نفقصوها اليوم. دابا جينا عند ابتسام هي الاولى. شوفي ابتسام اليوم غادي ندير واحد البرانك في اشكيطا. انتوما معروضين عندنا الغداء شوفي اليوم كسكسو. شنو بغيتك ديري؟ بغيتك تقولي العائله كامل الهيثم العزاوي كلشي تقولي ليهم باللي غنديروا فيها برانك باللي الماكله ما تعجبهمش. ايه لما عندي راسي ما عجبتنيش الماكله. نطلعوها على اشكيطا الماكله ما زوينه صافي خايبه خايبه ما كلتها خايبه صافي اليوم اشكيطا مشات فيها. يا خالي يونس كيحل هذه زعما متقاده كتسدها كتزيد تخربق انت. المهم اخوتي خالي يونس شحال هذه ما فاش معنا يوكسو مرحبا بك عاوتاني الجديد والحسانه وجا معك الزواج وغلاضيتي ويلي ويلي. المهم شوف بغيتك اليوم تجي انت والعائله ديالك انت ومرتك ياك وبغيتك اليوم طلع على اشكيطا لحقاش غادي نديروا ليها مقلب ديال الماكله خايبه. اليوم غتغداو انتوما معانا ياك كسكسو غتقول كسكسو ديالها لا علاقه صافي شو لا علاقه ما يعجبكش شو حاول تردو دير شي لعبه والو من هنا راه كسكسو ديال خديجه عيان صافي ناضي اشكيطا ويلي ويلي كتقدنا كسكسو. هذه هي اول حاجه غادي نبداو بها النهار. اشكيطا شنو هو التحدي ديال اليوم؟ هو اننا غادي نوريهم كيفاش كندوزو النهار ديالنا. اه يعني ماشي تحدي فلوغ بحال فلوغ ولكن بحال الروتين اليومي ديالنا كيفاش كيدوز. غنوريهم كيفاش كنقابلو جاد باش كنتغداو فاش غادي نصوروا الفيديو الاخر التحدي اللي غادي نلوحو نوريهم كلشي داكشي اللي كنديرو. المهم دابا اول حاجه هي ان اشكيطا كتقاد كسكسو ولكن علاش جايبات جوج ديال الكسكسو؟ عائله كامله دابا اشنو غندير؟ غنبدا بكيلو الاول حيت برمتي غير صغيره. ها هي البرمه اخوتي هذه هي البرمه ياك ودايره هنايا المرقه وداكشي الخضراء سوسو الخضراوي لا لا حوايد كاع اشكيطا ما عندي ما يتسال. غندير دابا كيلو الاول والاول ومن بعد غندير كيلو الثاني. المهم العيال تا غيعرفوا كنبدا نضوب الكيلو كيلو 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 صافي تا كنسالي فهمتي. ناضي دخلت فوري هذا عاوتاني هذاك هذاك تا يكملوا تيطيبوا على خاطرهم وزيد عليه عاوتاني هذا المريقه قبل بيت نحل حيدي لي هادي. اوه خوتي شوف هذه المريقه كي دايره اوه زعما هادشي يكون بنين اشكيطا زعما زعما نحول عليك. شوفي انتيا كطيبي مزيان ولكن شوفي راه اليوم عارضين على الناس كما قلتي بغيت داكشي يكون متول زوين بنين عندك تمشي تزغليها ولا تحرق ليك ولا شي حاجه. لا كنهالي والله الا يكون بنين ديال بصح عارفين الكسكسو ديالك يدير بنين.
اخوتي عاوتاني ها هو جاد ها هو البوكوس اخوتي شوفوا شوفوا على البوكوس كيفاش داير. المهم اخوتي كاع الناس اللي كيسولوا فيه انا راه كنبغي نوريه لكم وعارف بلي راه عزيز عليكم بزاف بحال ولدكم ولا بحال خوكم. يا 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 لا اشكيطا شحال ديال الكسكسو فين هادشي اللي باقينا؟ باقي كيطيب باقي كيطيب ناضي مع عادي ميتان وشوف راه الناس دابا غادي يجيو احمر لي وزي عندك عندك شو كلشي جا ناضي. المهم دابا شوف دابا غادي تذوقوا الكسعه ياك وتقولوا لينا الطياب ديال اشكيطا كي جاكم. ناري 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 شكون غيبدا الاول؟ شحال من حاجه ديال اشكيطو كاين كسكسو كسكسو كيفاش غادي يجي؟ ديما كناكلوه عندكم نتوما عند تيتام كيكون ناضي ديما كناكلوه عند امك خالتي كيكون ناضي اليوم ماشي شي حاجه. لا لا واعر لا لا واعر هيا راه كاين امك دابا غتنوطينا. يلا شوشو دابا خديجه غادي تبدا العيالات هما الاولين. يلا انا راه شوفي راه اللي كاين غنقولو بسم الله يا سير ابتسام قلنا كي جاك كسكسو ديال خديجه سير شي كتغوب شي من دابا مالكي واش بغيتي ترضيه ولا شنو؟ مالك مع الديبار مالك واش بصح كدير خديجه نقول لك نقول لك مالك ما كدير حيد هاد اللقطه في المونتاج راه صالحه كدير الملحه هي بزاف غنحيد هادشي في المونتاج غيكون زوين عرفتي سامع حامله فهمتي انا واش دوق دوق ابراهيم لبش ابراهيم اخوتي العزاوي يلا سير 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 واش بصح لا والله الا بصح واش لاحت الملحه طاحت ليها ولا ماشي راه اصلا هي ديما كتملح ولكن ما عرفتش ندير الكسكسو ايه واش ضعنا ضعنا كسكسو ولا كيفاش؟ فيه المذاق ديال باداز اصاحبي باداز؟ عمرني كاع عرفت انا الباداز كي داير. فاش طيب الكسكسو قلنا لنا خليتينا دابا بلا غدا خليتينا بلا غدا بلاتي كاع نشوفوا شكون عنده نص الراي جدي دوق نشوفوا شي ربع عزوز شنو هو؟ باداز يقول الصراحه صراحه يلا شي ربع عزوز زوين خايب قول بلاك دوم بلاك دوم بلاك دوم زوين باجوك با عزوز دابا راه عارف وانا ما عجبوش دابا والله الصراحه با عزوز دابا مالح ياك مالح باينه شوف با عزوز ما غاديش يبي يخسر لك خاطرك قول لك ولا هشام شوف انت خويا انا شوف اي حاجه كانت كياكلها واخا يكون ما شنو ما يكلش انت ما يمكنش ما يمكنش هذا باش نقراها اييه زوين يلا سير وتخيل معايا ما يمكنش يقول هو علاش حاجه لا كياكلها جديد كياكل كلشي كياكلو والله ما عجبو ما يمكنش واش معجبك؟ حتى الطعام ما طيبش مزيان واش شحال تفرا درتي؟ ثلاثة ثلاثة؟ شنو شي خديجة؟ ما طيبش مزيان والله ما توقعتو ايييي شوف 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 حيدو في المونتاج بلا ما تلوح هذا الفيديو الساطح شوف يعرفوا مرتك ما كتعرفش شوف شوف يونس شوف شوف يونس سير كاع انت نشوف شنو البلان الكريتي اكل دوق 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 انا دوق اصاحبي دوق ويلي 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 سي 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 راه تنكره تنكره راه عندكش تو اصاحبي تنكره هو ولكن قطع بالملحه هو راه ما عندوش مع الملحه قطع بالملحه مرضوني شو قلت لك انا ما كنحملش الملح ناري يا صاحبي خديجه اختي والله الا واش 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 دموع علاش كتبكي راه بلا غدا خليتيهم ومسكينات كيتسناو احبس التصوير صافي تتهضر معنا حنا دير لنا بطاطا باش ندوق 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 الله الساطنه دابا محمد محمد دوق اخويا نشوف حتى ندير معلقه كبيره باش ندوق مزيان الصاط ما غدا ما والو هذا صاحبي صات غادي ندوق ونشوف غادي ندوق ونشوف صات بلاش تصدق مصيفطها للدار لا 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 انا قابل عليها يمكن تطور ولكن الصات اش دير المهم غادي ندوق ونشوف سير 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 اخويا دوق الصات الله اعلم هادشي كيفاش غادي يكون غاداتي انا بالحمص غندير نشوف ربما يبدل وانت عزيز عليك الحمص ديما كيبدل لك المذاق ديال اي حاجه واخا تكون عيان سير 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 اش قلنا لك مالح بزاف واه هنا بزاف خديجه بزاف هادشي ماشي انا نجيب عائلتي للدار يتغداو ودير لنا الشوار وحنا هذا حكينا حسن هي واعيان ولكن محشومه دير لها لا صاحبي راه ما بزاف اصاحبي راه ماشي طعام هذا ويلي 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 والله الا سوهتينا خديجه حشومه عليك ودي عمرنا لنا غاتايب الناقص والله الا حشومه بالله اش هادشي مالكي عمرنا غاتايب ومالكي كسكسو راه عيان اش غنديروا ليها؟ ديروا لنا خبز وزيت واتاي ولا شي حاجه عندنا ما نديروا كولو كولو والله الا زابني يا خويا ما تاكلش هي صافي شو كيدير هذا
شدي ما عجبوش وطا ضرب انا ناكل بيدي ما كاينش المعالق ناطي حتى من بعد نحزروها. واو واو خوتي قصعه سريناها كلينا كسكسو واخ اسكيتا اسكيتا وصافي فيا صافي فيا نقولك واحد الحاجه وراه غير برانك راه كلينا القصعه كامله عرفتي كي جا واعر راه غير برانك درت فيك برانك والله الا درت فيك برانك عرفتي القصعه وكملوها خلاو والو وراه جا واعر انا متفق معاه من الاول تشوفي الفيديو وعرفتي كي جا جا هربان كسكسو مع مسيتي خصتي وحنا ندخلو في القصعه نيسان وحق الله واش عرفتي كي جا جا واعر دابا انت بقيتي بلا غدا راه ما خلينا لك والو ماشي مشكله انا خليت واحد شويه ناشف نديرو مع اللبن والله الا عرفتي كي جا والله الا جا شوف ما عندي مثال كسرعتي وراه عرفتي انا شفت ردت فيه بعز وراه جا بنين ديال بصح جا مصروع والله ما عندي مثال ناضيه اه حشكي انت مسكينه شو اخوتي شو القصعه كلشي اخوات شتي شنو قلت لك قلت لك راه كلينا انت دابا تقول فتي وصافي المهم عندكم واحد القضيه مني سميتو با زوج قال راه زوين زعما ماشي دير لي خاطري فرحت وجاتني الضحكه تبسمت حيت حسيت به هو مابغاش يقلقني باش يقلقك سمعتي ايوا شتي بعدا المهم دابا شوفي ما عليك غير داكشي اللي بقى ديري معاه البن وكولي صافي داكشي اللي غندير حنا كلينا وبغيناش نعيطوا لك خليناك شي هذا هو الفرانك ديال بصح المهم اخوتي نتمنى يكون عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا باش لكم جديد ايتا كان فيكم كاملين وغنبغي لكم ما تنساش اول يلا قلت يلا بين نقول لهم اول مره اسكيتا كتفرح لحقاش عجبك انا عجبهم كتكتو وكلاو المهم السلام عليكم.